في واقعة غير متوقعة. انتشرت أنباء عن حادثة غريبة تعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اتخاذه قرارا مثيرا للجدل يتعلق بإغلاق المسجد الأقصى. وفقا للتقارير المسربة، يقال إن أفعى ضخمة ظهرت فجأة في محيط منزله الرسمي، مما أثار الرعب والارتباك في صفوف الحراس والأفراد المحيطين به. وبحسب المصادر، كانت الأفعى تتحرك باتجاه المنزل بسرعة غير متوقعة، مما أثار تساؤلات عن معنى هذا الحدث. تزايدت التكهنات حول ما إذا كانت الحادثة تحمل رسالة رمزية تعبر عن استنكار هذا القرار، حيث اعتبر البعض أن الأمر قد يكون علامة على سخط أو إنذار قادم. لم يتوقف الرعب عند ظهور الأفعى، فبعد فشل الحراس في إبعادها بوسائلهم المعتادة، بدا وكأن الأفعى لا تتأثر وتزداد عنفوانا، ما دفع البعض للقول إنها ليست أفعى عادية بل عقاب إلهي بسبب القرار الجائر الذي أثار غضبا واسعا. في تلك اللحظات العصيبة انقطع التيار الكهربائي عن المنزل، وتحولت الأجواء إلى حالة من الفوضى والخوف غير المسبوق. انتشرت الشائعات كالنار في الهشيم، وزادت حدة الحديث بين المحيطين بأن ما يحدث ليس مجرد حادث عارض، بل رسالة تحذيرية لا يمكن تجاهلها. في أروقة السياسة، بدأ البعض يتساءل بصوت عال: هل كان القرار بمثابة استفزاز للقدر؟ وهل سيعيد نتنياهو التفكير في تداعيات خطواته الجريئة؟ وسط الأجواء المشتعلة، ازدادت الإشاعات انتشارا، وسادت قصص غامضة حول أسباب ظهور الأفعى الغريبة. بعض المقربين من دوائر القرار بدأوا يرون في هذه الواقعة تجسيدا لرغبة خفية في الانتقام، بينما ارتفعت أصوات أخرى لتحذر من أن الأيام المقبلة قد تحمل أحداثا أعظم وأخطر. مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، بات من الواضح أن القرار الذي اتخذه نتنياهو لم يعد مجرد قرار سياسي، بل أصبح رمزا لصراع لا يتوقف. وجدت الحكومة نفسها محاصرة بأسئلة لا إجابة لها، وبدأت بعض الأوساط تتساءل: هل سيكون هذا الحدث علامة فاصلة في مسيرته السياسية؟ وهل سيضطر تحت وطأة هذه التحديات إلى التراجع عن قراراته؟ ومع تصاعد المخاوف وتفاقم الضغوط، بدأت التسريبات تتحدث عن أصوات هامسة داخل القصر تنادي بالتحرك قبل فوات الأوان. كان الجميع يشعر بأن الأفعى لم تكن مجرد كائن زاحف، بل رمز صارخ يعلن أن المحظور قد تم تجاوزه. بات الوزراء ومستشار نتنياهو في حالة من الذعر، خاصة بعد تزايد الشائعات عن أحداث غير طبيعية داخل المنزل، كأصوات غامضة وأضواء تنطفئ وتشتعل دون سبب. في تلك الليالي المضطربة، كان نتنياهو يواجه عاصفة لا تشبه أي عاصفة سياسية سابقة، بل أشبه بلعنة تلاحقه في كل خطوة. وبينما ازداد الضغط الشعبي والدولي، بدأت بعض الأوساط تتحدث عن ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة للتراجع عن القرار، لكن نتنياهو بقي متشبثا بموقفه، وكأنه في سباق محتدم مع قوة غامضة تهدده بالانتقام. ومع انقضاء الأيام، تساءل الجميع: هل سيكون هذا التحذير الإلهي كافيا ليعيد التفكير في خطواته؟ أم أن عناده سيدفعه لمواجهة ما هو أعظم؟ في خضم الصمت المطبق الذي يلف منزله، وبينما تزداد الحراسة وتتضاعف الاحتياطات، بقي نتنياهو في غرفته يسترجع تلك اللحظة المروعة حين ظهرت الأفعى، وكأنها تحذير يطارده بلا رحمة. لم تعد الأفعى مجرد ذكرى، بل أصبحت كابوسا يلاحقه في أحلامه، يراه يتجسد في ظلال الغرف وفي عيون من حوله. تصاعدت التحذيرات من الداخل والخارج،
وصار مكتبه محاطا بشخصيات سياسية وأمنية تتخوف من العواقب. أحاديث الاستنكار والغضب لم تعد سرا، وانتشرت الشائعات عن أصوات تنادي من خلف الجدران، وأحداث غريبة ترعب كل من يجرؤ على الاقتراب من المنزل ليلا. وسط هذا التوتر بقيت كلمات بعض كبار المستشارين تدوي في أذنه: قد يكون التراجع الآن أقل خسارة من مواجهة قدر غامض. لكن نتنياهو الذي عرف بصلابته ظل متشبثا بقراره، متجاهلا كل إشارات التحذير. ومع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر، بدت معالم وجهه متوترة، كأنما يستشعر أن التحدي القادم سيكون مختلفا عن كل ما واجهه سابقا. في تلك الليلة، وبينما كان نتنياهو يجلس وحيدا في مكتبه محاطا بملفات تتكدس وأوراق تحمل قرارات مصيرية، سمع صوتا غريبا يشبه الهمس يملأ الغرفة بهدوء ثقيل. وقف للحظة مترددا، ينصت إلى الصمت المشوب بالخوف، متسائلا إن كان ذلك الصوت حقيقة أم مجرد وهم. ومع استمرار الصوت كاد أن يقنع نفسه بأنه يهلوس، حتى لاحظ حركة غريبة عند النافذة. كان الظلام قد لف المكان، لكن في قلبه باتت الحقيقة واضحة. لقد جاءته التحذيرات، أولا بالأفعى، ثم بأصوات من عوالم أخرى كأنها تأتي لتحذره من خطورة ما أقدم عليه. تسارعت نبضات قلبه، ووجد نفسه يغرق في صراع بين عناده وذاك الصوت الذي يلاحقه، معلنا أن الخيارات بدأت تضيق وأن العواقب لن تتأخر. مع الفجر وقبل أن يتخذ قراره الحاسم، شعر بشيء أثقل من الخوف يطرق قلبه، همس في داخله ينذره بأن الغضب العارم من قراره سيتجلى، وأن الصراع بات بين إرادته وإرادة أعظم منه. وفي لحظة مصيرية أدرك أن المضي قد يعني مواجهة ليست فقط سياسية بل قدرية، تحركها قوى تتجاوز الحواجز، وأصوات تهز جدران منصبه تدعوه إلى التراجع قبل أن يفوته الأوان. مع انبلاج الفجر كان القلق قد استولى على قلب نتنياهو وأحاط به كظل ثقيل. لم يكن ذلك الصباح كأي صباح آخر، بل بدا وكأنه يحمل معه عبء قرار لطالما أصر على المضي فيه رغم كل التحذيرات. وبينما كان يستعد لمغادرة مكتبه، شعر بشيء غير مرئي يجثو على صدره، همس خفي يردد في أعماقه بأن الخطوة القادمة قد تكون النقطة التي لا عودة منها. على غير عادته،